بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود اليوم لنتحدث عن حي آخر من أحياء ولاية الخرطوم. الليلة إن شاء الله حنتحدث عن الفتحاب. الفتحاب أو بسعد، شمالا تحدى المهندسين ومدينة المهندسين، جنوبا الريف الجنوبي لمدينة مرمان، غربا جبل طورية، وشرقا نهر النيل. سميت أبسعد، وده الاسم الأول لها، نسبة لنبات السعدة. السعدة نبات بيقوم دائما في الجروف، معاه نبات ثاني اسمه الدفرة، نبات طفيلي بينبت طوالي بعد نزول الفيضان. والسعدة دي عندنا نحن مثلا في نهر النيل والشمالية، هو نبات رقيق كده، ودائما نحن بنقدمه للبهايم اللي بتحلب لبن. أما الدفرة بنقدمها للبهايم اللي بتشيل حمير، حصين وكده، لكن السعدة دي بنقدمها للماعز، للضان، للبهايم اللي بتحلب. الفتحاب قالوا سميت بالنسبة لقبيلة فتاحة ابن منصور، وده من قبيلة الجموعية، والجموعية هم أصلا فرع من قبيلة الجعليين، وبيعتبرهم السكان الأصليين لمدينة أم درمان. عدد سكان الفتحاب حسب آخر إحصاء 134,000 نسمة، ومعظمهم طبعا من الجموعية. الفتحاب هي طبعا يا اخواننا اول قريه في منطقه ام درمان قبل ام درمان اللي اسس الامام المهدي، وكان موقعهم بالضبط في الحته اللي هسع فيها قصر الشباب والاطفال. هي المنطقة جاء عسكر فيها الإمام المهدي لما حاول يسترد الخرطوم من المغتصب الدخيل. والحقيقة نزل في الفتحاب عشان استنصروا، عشان يدعموه، وفعلا أيدوه وأقام معسكره في أبسعيد، وقعد في هذا المعسكر لغاية ما تم استرداد الخرطوم، وقتل غردون، وحتى أنصاره أتوا برأس غردون للإمام المهدي في منطقة أبسعيد. والثابت لوقت قريب أنه ما ممكن تدخل أي بيت من بيوت الفتحاب ما تلقى فيه يا سرج خيل، يا تلقى فيه سيف، يا تلقى فيه حربة، ودي من آثار تاريخهم مع المهدية، كانوا بيحتفظوا بهذه الآثار. وبرضو من أهالي الفتحاب في قوات شاركوا المهدي في حروبه ضد المستعمر، منهم الشيخ أحمد أبو ضفيرة، وكمان منهم الأمير راد الله، ومنهم مستشارين الإمام المهدي، عمل مستشارين من أهل الفتحاب، منهم الفكي موسى الفكي الحسن، وكان بيقول عنهم أهل الكتاب والركاب، يعني ناس مدينين وناس فرسان. وبتقول الحقائق التاريخية أنه أهل الفتحاب ديلة هم أشاروا للإمام المهدي بأنه 200 يعبر البحر. والإمام المهدي طبعا يا أخواننا قعد في الفتحاب دي 3 شهور، من يوم 22 أكتوبر 1884 لغاية يوم 26 يناير 1885، وده اليوم اللي فعلا عبرت فيه جيوش المهدي النهر، وده المواعيد اللي فعلا كان بينحسر فيها النيل وبيضيق شواطئه، وبيبقى
النيل ضحلة، ممكن الناس تعبر، والإمام المهدي أو جيوش الإمام المهدي عبرت بالنهر ده بالحصين. والتاريخ ده بالمناسبة يا جماعة هو اللي خلد منطقة الفتحاب وبسعد في تاريخ المهدية وتاريخ مدرمان. بعد ذاك بمرور الزمن فتحاب ذاتها توسعت، يعني كانت هي عبارة عن 4 5 6 مرابيع في على النيل، لكن بعد ذاك توسعت وامتدت غربا لغاية ما وصلت عشرات المرابيع غرب شارع الزلط اللي بيفصل أبسعد فتحاب القديمة من الفتحاب الجديدة اللي هي بتبدأ من المنطقة بتاعت صيدلية محمد سعيد وانت متجه جنوبا كده لغاية المباني بتاعت جامعة أم درمان الإسلامية. امتدت لورا، وكان مثلا من الجهة الغربية دي حدودها كانت مثلا البيوت بتاعت البنك العقاري، لكن هسع كل الحتة دي اتبنت مربعات وفاتت البنك العقاري غربا كمان. خطة الإسكانية امتدت غرب منطقة البنك العقاري. من أشهر المعالم في الفتحاب بنلقى مثلا حدائق جياد، بنلقى جامعة أم درمان الإسلامية، وجامعة أم درمان الإسلامية بالمناسبة عندها مساحة كبيرة جدا في الفتحاب. جنوب الفتحاب حدها طبعا بداية الجامعة الإسلامية وبتمتد لغاية بداية الصالحة، مساحة كبيرة جدا ممكن تسع كل كليات جامعة أم درمان الإسلامية وسكن الطلاب وسكن الأساتذة، مساحة خصصت لهذه الجامعة لأهمية هذه الجامعة. من الشخصيات البارزة في الفتحاب بنلقى مثلا المستشارة بدرية سليمان، وبنلقى برضو من سكان المنطقة دي الزمان عثمان الديم كابتن الهلال السابق أو الأسبق، الناس القدام في فريق الهلال. وبنلقى فيها برضو المخرج التلفزيوني الفاتح البدوي، المخرج المسرحي والمخرج التلفزيوني قاسم أبزيد، والممثل الكبير قسم الإله حمد نالله. وبرضو بنذكر الفنان الكبير الهادي الجبل، برضو سكن بعد ما انتقل من جبل أولياء سكن في الفتحاب. برضو من الشخصيات المهمة الساكنة الفتحاب أخونا الأستاذ مختار بخيت الدعيتر، وبرضو المخرج التلفزيوني الكبير الأستاذ حسن كدسة، برضو من ناس الساكنين الفتحاب. وبرضو محمد مصطفى عبد القادر برضو من سكان الفتحاب. الفتحاب منطقة عامرة جدا بناسة، منطقة عامرة جدا بتاريخها، وهذا ما استطعنا أن نقدمه في هذا الحيز الضيق زمن هذه الحلقة. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى أترككم في رعاية الله وحفظه.